أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش أثر انهيار الهدنة على الوضع الإنساني في البلد على هامش إعلان 16 منظمة دولية خطورة الوضع الإنساني في اليمن. إذن مشاهدينا، بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ، دعت 16 منظمة إنسانية عاملة في اليمن إلى استمرار الهدنة بما يسمح بإدخال مواد إغاثية للمدنيين المحاصرين بفعل الحرب. وقال البيان إن الوضع الإنساني في البلد أصبح كارثيا، محذرا من أن انهيار الهدنة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير. الجديد في التحذير الذي أطلقته المنظمات الدولية هذه المرة هو التهديد بمقاضاة المسؤول عن انهيار الهدنة في حال انهيارها كما حدث في المرات السابقة. ورغم هذا، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه الهدنة لن تختلف عن سابقاتها إلا قليلاً. فمع الدقائق الأولى لبدء سريانها، قامت الميليشيا بخرقها في معظم الجبهات التي تشهد مواجهات في كثير من المحافظات، وهو ما يجعل التهدئة التي تسبق جولة المحادثات المقررة في الكويت الأسبوع القادم مهددة بالفشل وتفاقم الوضع الإنساني. الوضع الإنساني في البلد وأثر انهيار الهدنة على تفاقم الحالة الإنسانية سيكون موضوع نقاشنا هذا المساء، لكن مشاهدينا بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الهدنة التي أقرت في اللحظات الأخيرة ولا يزال مصيرها معلقا كما حدث في كل المرات السابقة، تعلق عليها أمال كبيرة هذه المرة. إن لم يكن لإيقاف الحرب فليكن للسماح بإدخال المواد الإغاثية على الأقل. منظمات الإغاثة الدولية التي فشلت في الاختبار الإنساني في الأزمة اليمنية طوال أشهر الحرب ترى في هذه الهدنة فرصة لإنقاذ ملايين اليمنيين المحاصرين منذ أكثر من عام. عدد من الوكالات والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حذرت من أن حدوث خرق للهدنة ووقف إطلاق النار كما حدث في المرات السابقة سيكون كارثيا هذه المرة، مع بلوغ الحالة الإنسانية في البلد مستوى غير مسبوق من التدهور. 16 منظمة إنسانية عاملة في اليمن قالت في بيان مشترك أن بدء الفترة المعلنة لوقف إطلاق النار يأتي في لحظة حاسمة تقف فيها البلد على حافة الهاوية، محذرة جميع الأطراف من مغبة خرق هذه الهدنة. وذكرت الوكالات والمنظمات الإنسانية في بيانها المشترك أن الحرب تجبر ما يقارب 7000 يمني على النزوح من منازلهم، وتوقع ما يقارب 25 مدنيا بين قتيل وجريح بشكل يومي، فيما يتعرض مستشفى أو مدرسة لهجوم كل 3 أيام. وضع إنساني مزر ودعوات متصاعدة لإيقاف الحرب أو السماح بإدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين، ولكن الميليشيا لا يهمها شيء من ذلك، فبعد دقائق فقط من بدء سريان الهدنة كانت الميليشيا تواصل حربها غير آبهة لشيء. إذن مشاهدينا، أثر انهيار الهدنة على الوضع الإنساني سنناقشه مع ضيوفنا. سينضم إلينا من صنعاء المتحدث باسم منظمة اليونيسف السيد محمد الأسعدي، كما سينضم إلينا الدكتور عبد الكريم اليوسفي رئيس ائتلاف الإغاثة في مدينة تعز، على أن ينضم إلينا لاحقا. سيكون معنا سيد مجيب حسن المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نبدأ معك سيد محمد الأسعدي، مساء الخير. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين والضيوف الكرام. أهلا بك سيد محمد. بداية سنبدأ معك، إلى أين أصبح الوضع الإنساني في اليمن بعد أكثر من عام من الحرب؟ والله يتجه من سيء إلى أسوأ ومن أسوأ إلى الأسوأ، وهذا ما نتمناه، ونتمنى أن يتم تدارك الأمر. الوضع الإنساني في اليمن يمر بأسوأ حالاته منذ عقود. هناك ما يزيد عن 82% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ما يزيد عن 19 مليون مواطن بحاجة إلى خدمات المياه والإصلاح البيئي والصرف الصحي. نعم. هناك ما يزيد عن 15 مليون مواطن لديهم انعدام للأمن الغذائي، وهذا يعني أن الفرد أو الأسرة لا تتوفر لديها إلا وجبة واحدة باليوم، ولا تأمن توفير، ولا يوجد تأمين لتوفير وجبة تالية. نعم. يوم بيوم. هناك أيضا ما يزيد عن 10 مليون طفل من هؤلاء بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى التغذية، بحاجة إلى اللقاحات، بحاجة إلى توفير المياه، بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية والأساسية. نعم. لدينا ما يزيد عن 380 طفل لم يستطيعوا العودة إلى المدارس، سواء المدارس كانت قصفت أو تستخدم من قبل جماعات مسلحة أو تستخدم من قبل النازحين كسكن أو ملاجئ للإقامة المؤقتة. نعم. لكن هناك أوضاع مأساوية بشكل عام،
صورة قاتمة للأسف الشديد. نعم، ولكن سيد محمد 16 منظمة حذرت من انهيار الهدنة على الوضع الإنساني في اليمن، ما الذي يعني هذا التحذير أو إلى ماذا يشير بالضبط؟ أتحدث باسم منظمة اليونيسف، منظمة الطفولة الأولى، ولا لما كنا اطلعت على البيان الصادر من تلك المنظمات كما اطلعت عليه أنت. نعم. لكن أقول أنه دعواتنا متواصلة ليس فقط بالهدنة، ولكن من أجل إحلال سلام وإنهاء هذا الصراع القائم الذي امتد لأكثر من عام، وأيضا قبل صراع وأسباب ومسببات الصراع التي كانت قبل هذه الحرب أو تدويلها. للأسف الشديد ينبغي أن نتحدث لما هو أطول وإلى سلام دائم، إلى استقرار، بحيث يمكننا الاستجابة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور. الهدنة فرصة مناسبة، فرصة جيدة، ولكن السلام هو أفضل. إحلال السلام. نعم. والاستقرار وعودة الناس إلى مساكنهم. نعم. وإعادة الإعمار والترميم وإعادة الأطفال إلى مدارسهم والعاملين الصحيين والمرافق الصحية بحيث يقدموا خدمات للناس، وتشغيل. نعم. الكهرباء وتشغيل محطات المياه إلى آخره. هذه أشياء أساسية وضرورية. نعم، ولكن سيد محمد إذا في حال ما انهارت هذه الهدنة بشكل نهائي، كيف سيؤثر هذا الانهيار على الوضع الإنساني بشكل أو بآخر، أو كيف سينعكس استمرار القتال على الوضع الإنساني في هذه اللحظة؟ يتدهور الوضع الإنساني في اليمن ساعة بساعة ويوم بيوم. بالتأكيد لو كان هناك هدنة مؤقتة قد تساعد بإيصال مساعدة لمناطق لم نستطع الوصول إليها كمجموعة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، ولكن سيعود الوضع على ما هو عليه في حال انتهاء هذه الهدنة أو انهيارها. لكن دعنا أقول أن إيجاد مخرج لهذه الأزمة من قبل الأطراف السياسية وأطراف الصراع والأطراف الدولية الراعية لهذه لعملية التصالح بما فيها الأمم المتحدة سيساعد المنظمات الإغاثة الإنسانية من توفير الاستجابة الإنسانية اللازمة، من إنقاذ مئات آلاف الأطفال، من توفير الرعاية الصحية، من إعادة إعمار المدارس وإعادة الأطفال إلى مدارسهم بدل أن يستخدموا كجنود ووقود في هذه المعارك. نعم، سيد محمد تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من عمان المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيد مجيب حسن. سيد مجيب مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد مجيب. بداية، أين أصبح الوضع الإنساني في اليمن بعد ما يعني بعد عام من الحرب؟ للأسف الشديد أن الوضع الإنساني وصف في تقارير متكررة ومن قبل أطراف عدة بالمأساوي والكارثي، حيث أن عدد الناجحين داخليا وصلوا إلى 2.5 مليون، حوالي الربع منهم في محافظة تعز وما من مدينة ومحافظة، بالإضافة إلى أن اللاجئين في اليمن عددهم ما يقارب 250,000 لاجئ القادمين من القرن الأفريقي والبلدان المجاورة. هؤلاء أيضا تضرروا جدا، حيث أصبحوا ناجحين بعد مرحلة اللجوء والتي وصلوا فيها إلى اليمن. هناك احتياجات ماسة خصوصا في بعض المناطق المتضررة جدا، إما بسبب اشتداد الصراع أو بسبب عدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق. نعم سيد مجيب، يعني كيف يمكن لهذه الهدنة أن تسهم في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية مع أن هناك هدنتين سابقتين لم تغير شيء في الوضع؟ عادة الهدنة إذا احترمت من قبل جميع الأطراف من الطبيعي أنها ستسهل على الأطراف الإنسانية والوكالات الأممية وجميع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة. نعم. تسهل لهم التحرك والتنقل والوصول إلى المناطق الملتهبة والمناطق التي عادة ما يصعب على الجميع الوصول إليها في حالة الحرب. نعم. فهذا هو المتوقع من الهدنة، وهذا هو ما نأمل أن يكون هذه المرة، ونحن متفائلين قبل يعني الاتفاق أو أثناء سريان الاتفاق لوقف الأعمال القتالية في عموم اليمن دون استثناء. نأمل أن تيسر أعمالنا الإغاثية وأن نتمكن من الوصول
بالشراكة مع شركائنا المحليين إلى كافة المناطق منها المناطق المحاصرة. نعم. فهذا ما نأمله من الهدنة عموما. نعم، ابقى معنا سيد مجيب حسن. نعود بالسؤال إلى ضيفنا الآخر السيد محمد الأسعدي. سيد محمد، يعني البيان الصادر اليوم من 16 منظمة إنسانية، كان هذا البيان هذه المرة قويا، والتحضيرات أكدت على أن انهيار الهدنة هذه المرة يعني وجوب مساءلة من يقف وراءه. لكن السؤال، هل تمتلك هذه المنظمات إمكانية تحديد الجهة التي خرقت الهدنة؟ دعني أؤكد أن هذا البيان جيد وإصداره مناسب، وهؤلاء الشركاء في العمل الإنساني، هذه المنظمات التي أطلقت البيان، وهذا البيان يعزز ما ننادي به وننشده منذ بداية هذا الصراع. ولكن لست على اطلاع ولم أكن ضمن الفريق الذي أصاغ هذا البيان، ولم تكن منظمة اليونيسف أو أي من منظمات ووكالات الأمم المتحدة جزءا فيه. نعم. ولكن نثني على أساس وجوهر هذا البيان الداعي لإيجاد هدنة دائمة، بحيث نتمكن كما أشار زميلي من مفوضية اللاجئين أن نصل للمتضررين في كافة ربوع اليمن، سواء كانوا في مناطق محاصرة أو في أماكن تتعرض للقصف العشوائي من قبل الأطراف المتقاتلة أو القصف الجوي أو من أي أطراف الصراع. هذه فرصة لكي نلتقط أنفاسنا أيضا، لكي نتحرك في أمان، لكي يستطيع زملائنا العاملين في الميدان من إيصال المساعدات. هو أيضا البيان تضمن سيد محمد، البيان تضمن تحذير للجهة التي ستخرق الهدنة، وأيضا أوضح أن المنظمات تمتلك إمكانية تحديد الجهة التي خرقت الهدنة. هل بالفعل لديها إمكانية لتحديد الجهة التي عملت على ذلك؟ أؤكد لسنا من ضمن هذه المنظمات، لكن بالنظرة للواقع بشكل عام، لواقع المنظمات وعملها في البلد، يعني تحدثوا هؤلاء الزملاء بما لديهم، وطالما اطلقوا بيانا لديهم ما يستندوا إليه. ولكن من الأهمية بمكان القول أننا يجب ألا نراهن، يجب ألا نظل أن نجعل الأطفال والنساء والناس الأكثر احتياجا في مناطق اليمن المختلفة شمالها وجنوبها شرقها وغربها عرضة ومساومة في هذا الصراع القائم. نعم. والصراع السياسي ينبغي حماية المدنيين، ينبغي أن تتكاتف كل الجهود، إعلام ومنظمات عاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، دول عظمى، دول قوى إقليمية، قوى محلية، ضغط شعبي، بحيث نقول لهذه الحرب كفى ودعنا نساعد هؤلاء الناس أن يعيشوا في سلام. نعم. وأن نوفر لهم المساعدات التي يحتاجون إليها، وأن نستعيد الناس الحياة. الناس بحاجة ماسة إلى التقاط أنفاسهم من هذه الحرب التي جردتهم من كل شيء بما فيه أعز الأشخاص إليهم وممتلكاتهم وبيوتهم ومدنهم وأمنهم. نعم، ولكن في المرة السابقة يعني كان هناك هدنة ولم تتمكن هذه المنظمات من إدخال المواد التي كانت تهدف لإدخالها، هل ستتمكن هذه المرة؟ أقصد هل نسقت المنظمات مع الأطراف على الأرض لإدخال هذه المساعدات؟ على سبيل المثال منظمتكم. نعم، منظمة اليونيسف بالتأكيد تعمل في كل اليمن وفي المناطق الأكثر إلحاحاً. عاد اليوم للتو فريق من زملائي من منظمة اليونيسف. نعم. من زيارة ميدانية لأكثر من مديرية في محافظة صعدة، وتفقدوا المشاريع التي تنفذها اليونيسف في مجال المياه والإصلاح البيئي والتغذية والتطعيم واللقاحات أيضا الجارية الآن. وغدا سنتجه جنوبا في جنوب العاصمة صنعاء، وسنزور أكثر من المنطقة. نحن نتحرك وقدمنا مساعدات في تعز في المناطق المحاصرة والمناطق التي تشهد مواجهات مسلحة. نعم. عبر شركاء ميدانيين وعبر مؤسسة المياه على سبيل المثال، وعبر مكاتب الصحة ومكاتب التربية. هناك صعوبات بالتأكيد، هناك معوقات، هناك تأخر في إيصال المساعدات، هناك ربما قلة في كمية المساعدات المطلوبة والتي يحتاج إليها الناس. نعم. ولكننا نستطيع الوصول، نتفاوض مع كافة الأطراف، نعمل مع الجميع بحيث نستطيع أن نصل للأطفال، خصوصا وأن منظمة اليونيسف منظمة محايدة إنسانية تعمل من أجل الأطفال ودعم برامج التعليم والتغذية العلاجية والمياه والإصلاح البيئي، وأيضا توفير الحماية بما فيها الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال المتضررين وخصوصا في أماكن النزوح. نعم، إذن ابقى معنا سيد محمد. سنعود بالسؤال إلى ضيفنا الآخر سيد مجيب حسن. سيد مجيب، يعني اليوم حذرت 16 منظمة من كبرى المنظمات الدولية العاملة في اليمن من انهيار الهدنة أنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية. هل تعتقد أن هذا البيان والتحذير قد يؤثر على استجابة المتحاربين على الأرض؟ بلا شك
يعني يعلم الكثير أن الوكالات الأممية تعتمد بشكل أساسي على الشركاء المحليين والعاملين على الأرض من المنظمات الإنسانية والإغاثية الموجودة، فهم يبدو أن لهم آلياتهم في رصد ما يحدث ولهم آليات رقابة معينة، ونحن نعتمد في المفوضية يعني في على وجه التحديد على الكثير مما يأتينا من 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 تقارير ورصد ومعلومات من الشركاء المحليين، فبلا شك أن ما صدر عنهم من 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 تقرير مبني على أسس لها علاقة بالرقابة والإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى ما يمكن القيام به من قبل الأطراف الحكومية والأطراف الدولية في الإشراف على هذه الهدنة ومراقبة من يمكن أن يكون وراء أي اختراق لا سمح الله. نعم، ولكن في ذكر هذا الموضوع سيد مجيب، يعني أنا كنت قد نقلت هذا السؤال لضيفي الآخر السيد محمد الأسعدي، هو أن هذه المنظمات التي حذرت في بيانها اليوم عن أنها ستحدد الطرف الذي يقف وراء خرق الهدنة، هل بالفعل هذه المنظمات تمتلك القدرة على تحديد الجهة التي تقف بالضبط خلف خرق الهدنة؟ لا ننسى أن في اليمن توجد العديد من المنظمات الإغاثية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، خصوصا الكثير منها ظهر في الفترات الأخيرة، ومنهم من يمتلكون القدرة وفعلا تمكنوا من بناء فرق مؤهلة قادرة على الرقابة. وفي نهاية المطاف نحن أو كثير من الأطراف الدولية لها آليات معينة في التأكد من المعلومة والتقصي، وهناك معايير معينة حول آليات الرصد وكيف تم الرصد وكيف يمكن التأكد من المعلومات المجموعة والتبين منها. فبلا شك أن ما سيقومون به الأطراف المحلية من المنظمات الإغاثية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني سيكون له أثر بناء على يعني على الآليات التي سيعتمدون عليها وعلى قوة الأطراف وخبراتها وتمكنها من الرصد. أيضا يبدو أنهم بشبكة كبيرة متنوعة وموجودين في متواجدون في أماكن أو في ربوع اليمن، خصوصا في المناطق المشتعلة والمناطق المعرضة للصدع. نعم. فبلا شك أن عملهم يعني سيكون له أثر. نعم، ابقى معنا سيد مجيب. أعود إلى ضيفي محمد الأسعدي بسؤال أخير، هل بوسعكم مع بقية المنظمات الدولية الفاعلة الضغط من أجل استمرار هذه الهدنة وإدخال المساعدات؟ سيد محمد، هل تسمعني؟ إذن مشاهدينا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن. نعود إلى ضيفنا الدكتور أو السيد مجيب حسن. سيد مجيب، هل ستقومون بتنفيذ مشاريع إغاثية خلال هذه الهدنة القائمة حالياً؟ عموما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل في كل الظروف وتسعى إلى تقديم المساعدات لذوي الاحتياجات أينما وجدوا في أصعب الظروف، ونأمل أن نتمكن من إيصال ما يمكن إيصاله إلى كافة المناطق. هناك جهود وهناك مفاوضات وهناك آليات ونقاش قائم بيننا وبين بعض الأطراف لتسهيل أعمالنا الإغاثية وتمكين شركائنا على الأرض من القيام بواجبهم والوصول إلى المتضررين كما ذكرت في ربوع اليمن، خصوصا نعم. المحاصرة منها. نعم سيد مجيب، يعني هل تنظرون أنتم أو تتوقعون أن هذه الهدنة قد تكون نهاية لمطاف الحرب؟ هذا ما يعني تأمله المفوضية. يعني أنتم كيف تنظرون لساعاتها الأولى؟
نراقب بنوع من القلق أيضا إلى وجود أمل كبير، خصوصا أن اليمنيين في حاجة ماسة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، تمهيدا للمفاوضات القادمة في الكويت والتي ستعقد يوم 18 من الشهر الجاري. فهناك بوادر أمل طالما هذه المفاوضات مبنية على خطوط عريضة، ويبدو أن الحكومة وجميع الأطراف متفقين عليها. لهذا ما علينا إلا أن نرفع سقف الأمل والآمال نحن كأطراف إغاثية في اليمن، حبا في اليمن والإنسان واليمنيين والسلم والاستقرار. نعم. ونتمنى أن تجسد هذه هذا السلم وهذا الاتفاق وهذا الأمن في اليمن لليمن الأرض والإنسان. نعم سيد مجيب، اسمح لي بأن أرحب بضيفي الآن، سينضم إلي رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز الدكتور عبد الكريم اليوسفي. مساء الخير دكتور. دكتور مساء الخير. دكتور عبد الكريم. أيوة نعم. نعم مساء الخير دكتور. أهلا بك أخي. دكتور في تعز هل هناك هدنة أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا نتكلم هنا في عاصمة المحافظة بمديرية القاهرة. كان بدأ بالنسبة للهدنة بحسب الأخبار ما تسبب الساعة 12 ليلا بالأمس، ولكن للأسف طرقت الهدنة وقام النشطاء بتسجيل حوالي 30 خرق للهدنة من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 3 فجرا. وعلى إثر هذا الاختراق قام الطيران بقصف بعض المواقع منها تبة الشلال والمطار القديم وصالة. نعم. بمعنى آخر حقيقة كما هو متعود من أبناء محافظة تعز أنه بمجرد أن يسمعوا هدنة يزداد القصف أكثر من السابق. حقيقة نقول لا هدنة في تعز بحسب القرارات وبحسب الأخبار والاتفاقيات سواء السابقة أو حتى التي نعيش فيها. نعم بحكم الدكتور تواجدكم في هذه اللحظة وسط المدينة، كيف هو وضع الهدنة تحديدا في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة هناك ليس هناك انفراج، لو يعني المفروض انه بموجود هدنة يكون في انفراج بالنسبة للمواطنين، تزداد حركة الناس، تزداد دخول المواد الغذائية في الناس، تفتتح المحلات، لكن لا، لعدم وجود هدنة حقيقية ما زال الوضع كما هو، لم يتغير حقيقة. ما زالت الطرقات بعضها مغلقة والحصار موجود وحركة الناس محدودة مثلها مثل الأيام العادية أيام الحصار. نعم دكتور، هل حصلتم على وعود بإدخال مساعدات إغاثية للمدينة خلال فترة الهدنة؟ خلال فترة الهدنة نحن لمسنا أولا حتى يوم أن فتحت كان الحصار عن تعز من الجهة الغربية، كانت بدأت تتدفق المساعدات الغذائية وبالذات من محافظة عدن، ولكن للأسف بمجرد رجوع الحصار وما أشبه ذلك الحرب توقفت منها البعض، توقف في منطقة الحضورية ولم يدخل بسبب الحصار. والآن فعلا كانت كثير من المنظمات الدولية منها الصحة العالمية ستنقذ تعز بكثير من العلاجات الذي وصلت عبر اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبد الرقيب فتح، ولكن ما زالت متوقفة هذه الكمية في منطقة النشمة. بمعنى آخر فعلا لو كان هناك هدنة حقيقية ربما ينقذ الناس في مجال الماء والغذاء والدواء، وهذه وعود موجودة كثيرة من كثير من المنظمات الدولية، لم يستطيع أي من العاملين في المجال الإغاثي إدخالها بسبب عدم وجود الهدنة وبسبب استمرار الحصار. نعم دكتور تكرم بالبقاء معنا، نعود إلى ضيفنا سيد مجيب حزن. سيد مجيب سؤال أخير، يعني كما يتحدث الدكتور أن وضع الهدنة تحديدا في تعز يعني لا يوجد أي بوادر، هناك الناس عرقلة لعملية تنقل المواطنين في المنافذ وأيضا عدم القدرة على إدخال المساعدات الإغاثية. هنا السؤال، يعني هل يعني لكم دور في الضغط على الأطراف على الأرض لإيقاف القتال والسماح بدخول هذه المساعدات؟
عموما نحن نذكر أن على جميع الأطراف أن تحترم قواعد الحرب في حال الحرب، ونحن نتحدث الآن عن هدنة، أي إيقاف شامل لإطلاق النار. إلى الآن ما يصلنا هو تقارير، وكما سمعنا جميعا من الأخ المتحدث من تعز أن هناك خرق للهدنة. المنظمات الإغاثية تعمل في الجانب الإنساني وتحرص على إيصال المساعدات في كما ذكرت سابقا إلى كل الأماكن، وهناك أطراف هي المعنية في أو بالجانب بجانب الرقابة وجانب الضغط. بلا شك أننا نأمل ونطالب جميع الأطراف باحترام الهدنة ومساعدة وتيسير أعمال الإغاثيين وفتح المنافذ لإيصال المساعدات الإغاثية. نعم، هو كما هو الواقع حاليا إليها. في تعز يعني هناك يعني ما يقارب 20 ساعة إلى اللحظة، يعني هي من أكثر المحافظات التي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، إلا أنه لم يتمكنوا من إدخال المساعدات، أو أنهم المواطنين بذاتهم يعني لم يتمكنوا من القدرة على التحرك لتموين منازلهم بالمواد الغذائية. يعني هناك صعوبات يعني كانت قبل الهدنة، ويبدو كما يطرح أنها مستمرة. نأمل أن لا يكون هذا هو الحال، وفعلا هناك أطراف هي من هي معنية بالرقابة على هكذا خروقات، ونتمنى أن تقوم بدورها، وننتظر أن تصل أو أن تصدر التقارير المتعلقة بالخروقات. فإن وصلت إلى الجهات أو المنظمات الإغاثية فمن المؤكد أنه سيتم الاطلاع عليها والتأكد منها، ومنها أو من خلال ما سيصل يعني قد يعني نأمل أن يكون هناك عمل مشترك وضغط موحد على كل الأطراف باحترام الإنسان واحترام العمل الإنساني والإغاثي وإبعاد واحترام حياة المدنيين. نعم، إذن شكرا لك السيد مجيب حسن المتحدث باسم المفوضية السامية للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الدكتور عبد الكريم اليوسفي رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز. دكتور، بالنسبة للحكومة هل هناك أي تحركات من قبلها لإدخال المساعدات للمدينة؟ أنا أستطيع أقول أنه بمؤسسة الحكومة بالدكتور عبد الرحيم فتحي هو رئيس اللجنة العليا للإغاثة، هو فعلا متواصل يوميا مع كثير من الجهات المانحة وغير أسبل في العمليات تقوم في هذا الجانب، حتى وإن كانت إلكترونيا أغلب هذه الغرفة له ممثل في عدن. حقيقة بالنسبة للدكتور عبد الرقيب هو متواصل ويقوم بالواجب والزيادة حقيقة. نعم، لكن دكتور هل هو يعني في الواقع لم يصل شيء حتى اللحظة للمدينة من لحظة بدء الهدنة حتى اللحظة؟ الهدنة إلى الآن لم يصل، نحن ما زلنا في دخول ساعات، ما قلتش نقول حتى أيام من الهدنة، وإلى الآن لم يصل. ربما لو حصل وفتحت وبدأت الهدنة نحن سنبدأ بالمبادرة إدخال علاجات الصحة العالمية من المنشأة إلى المدينة ويتم توزيعها على المستشفيات العاملة بالمدينة، لكن إلى الآن لم تحصل هدنة كما قلت لك. نعم، يعني هناك مواد من قبل الهدنة لم تتمكنوا حتى اللحظة من إدخالها. نعم، والقصف ما زال مستمر، وزي ما قلت لك العلاجات من منظمة الصحة العالمية إلى هذه اللحظة نتكلم، أنا مسؤول عن الكلام في منطقة المشيمة في المخادن لم نستطيع إدخالها بسبب القصف. نعم، الذي ما زال مستمرا إلى هذه اللحظة. دكتور، المنظمات الدولية يعني اليوم 16 منظمة حذرت من انهيار الهدنة على الوضع الإنساني في اليمن، في تعز تحديدا كيف سيؤثر انهيار الهدنة على الوضع بشكل عام؟ عامة انهيار الهدنة هو بيأثر وهو مؤثر حاليا على الوضع الإنساني في محافظة تعز. بدا وحصل في مراحل سابقة أن محافظة تعز الناس لم يموتوا حتى من القصف، بدأ الناس تظهر عليهم آثار سوء التغذية
وكذلك ماتوا بسبب عدم وجود الاكسجين في المستشفيات. نعم. الوضع هو في حاله ماساوي، تعز الى الان تعيش حوالي سنه في ظلام دامس. كافة الخدمات، المياه لم يوجد في تعز منذ سنه، وكذلك شوارع تعز النظافه الى غير ذلك منعدمه، تحصل نظافه في بعض الحارات لكن طفيفه. يعني هو فعلا الوضع الانساني، وهذه منظمات دوليه قالت هذا الكلام قبل ان حوالي 16 منظمه قالت ما تنذر بان تحصل كارثه في محافظه تعز وفي اليمن بشكل عام. نعم. بسبب ما يعيشه المجتمع اليمن. وكذلك جامعات تعز الى اليوم ما زالت مقفله، والمدارس في تعز الاعداديه والثانويه مقفله الى غير ذلك. اذا كان التعليم والماء والكهرباء والنظافه والغذاء ممنوع عن الدخول والمياه ممنوع عن الدخول، ماذا يتوقع العالم أن يحصل بعد ربما نعم. شهر أو شهرين؟ هو دكتور يعني الهدنة هذه هي كانت الأمل الوحيد تحديدا لتعز المدينة المحاصرة منذ فترة، يعني إذا يعني هذه الهدنة خرقت ولم يعني لم يتم التمكن من إدخال مساعدات لهذه المدينة، كيف سيكون الحال حال المدينة يعني إذا انهارت هذه الهدنة في القادم؟ إذا انهارت الهدنة فعلا الناس تتزداد، تشرد الناس، جوع الناس، المرض سينتشر، الماء غير متواجد، الغذاء، الدواء إلى غير ذلك، ستزداد الحياة مأساوية. وسيعلن ربما عن قريب أن تعز لا نقول مدينة منكوبة، هي مدينة منكوبة وقد أعلنت الحكومة ذلك، وإنما دخلت في وضع إنساني يرثى له. نعم. إذن الدكتور عبد الكريم اليوسفي رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، نشكر ضيوفنا، كان معنا السيد محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف، وأيضا السيد مجيب حسن المتحدث السيد مجيب حسن المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما انضم إلينا مؤخرا الدكتور عبد الكريم اليوسفي رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز. الشكر لهم جميعا، وأيضا الشكر لجميع طاقم العمل وللزميل كمال حيدر في الإعداد، كما أشكركم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، وإلى الملتقى في أمان الله.